وللحديث اكثر عن سوق الاسهم السعوديه انضم معنا عبر الهاتف محلل الاسواق الماليه عبد الله العصير. حياك الله سيد عبد الله، صباح الخير. في البدايه ثاني جلسات فبراير، يعني بدايه موفقه اليوم للسوق بعد التراجعات اللي شهدناها على جلسه امس، لربما اليوم انه يعني النتائج الايجابيه اللي شهدناها للقطاع الراجحي ساهمت في هذه الارتفاعات الايجابيه. بشكل عام كيف تقرا النتائج الماليه لمصرف الراجحي؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم على الساده المشاهدين. طبعا بالنسبه للمؤشر العام اللي هو دخل في موجه جني ارباح، والان عندنا موجه ارتداديه توافقت مع نتائج البنوك من ضمنها الراجحي، وكذلك عندنا دعم المؤشر من قبل اللي هو شركه فافولا. بشكل عام اداء المؤشر الان في موجه جني الارباح اللي دخل فيها المؤشر العام اداء يعتبر جدا ممتاز ومتماسك، وهنالك عطاء من الشركات، يعني لاحظنا عطاء كثير من الشركات لم يسبق لها العطاء في الموجه هذه تحركت. نعم، ايضا كذلك بالنسبه على انتاج الربع الرابع، ربما البعض يرى او يقرا انها كانت هي الاعلى تقريبا للمصرف خلال الفتره الماضيه، وكانت اعلى ايضا كذلك متوسط توقعات المحللين ب 6.5 النقطه المئويه. كقراءه عامه لنتائج المتوقعه للقطاع المصرفي بشكل عام خلال الربع الرابع من هذا العام، شهدنا الراجحي كان هو الاعلى ربما. نعم، بالنسبه للمصرف الاعلى اللي هو بسبب دخل العمليات والودائع والاستثمارات وكذلك التمويل والقروض، هذه كلها كانت تقريبا البنوك كلها كانت مش يعني تتفق عليها انه كان ادائها رائع في 2018، ولكن كان الاكثر فيهم اللي هو اداء واكثر اللي هو استثمارات كان الراجحي، لذلك انعكس عليه في النتائج. ويعني الراجحي يعني كان عنده اداء سواء على السهم او اداء على المصرف كان جدا رائع من قبل النتائج. جميل، ايضا البنك السعودي للاستثمار حقق ايضا كذلك مكاسب ايجابيه، كان تقريبا ب3% خلال العام والربع الرابع تقريبا ب6%. اجمالي العمليات كان ايضا على ارتفاع ب2%، ايضا كقراءه عامه للبنك السعودي للاستثمار. وهو بشكل عام اللي هو نفس الطريقه ينطبق على البنك للاستثمار برضه اللي هو من خلال دخل اللي هو العمليات والتمويل والقروض، وبشكل عام القطاع البنكي صار اللي هو اكثر جاذبيه الان، لو نلاحظ هناك سيوله ضخمه يستحوذ عليها القطاع البنكي وصار اكثر جاذبيه الان. فيعني وفعلا دعمنا في المؤشر لين تجاوزنا مستويات 8500، وبالعكس يعني الان اعطى اريحيه كثيره وثقه للمستثمرين والقطاع البنكي للاستثمار، خصوصا سواء الاستثمار او بنك الرياض او الاهلي، كلها كانت يعني نوعا ما نتائجها كويسه. جميل، اليوم كان عندنا خبر من شركة دلة للخدمات الصحية عن الشركة تنوي شراء 5% كأسهم خزينة، ذكرت الشركة أنه يعني السعر الآن في السوق غير عادل. شاهدنا خلال عام 2018 اتجاه بعض الشركات لتحويل جزء من أسهمها إلى أسهم خزينة، كقراءة عامة كيف تقرأ بالنسبة هذا التوجه في الشركة؟ هل متوقع أنه أيضا يلقي بظلاله بشكل إيجابي على أداء الشركة أو أداء السهم؟ يلقي ظلاله بشكل إيجابي على المستثمرين وعلى الشركة، لأن الآن يضمن على الأقل المستثمر أن الآن صارت الشركة مساهمة وياه ليست كأسهم، بالعكس مساهمة حتى في الاستثمار في السهم نفسه، فهذا حافز كبير. بالعكس أنا يعني راح يعطي نتمنى بقية الشركات يعني تحذو هذا الحد نفس الطريقة تستثمر في نفس السهم، فهذا شيء جيد. بالعكس هذا دليل أن الشركة يعني واثقة في استثماراتها في السهم نفسه، ودليل ان شركة دلة ان عندها تطلعات واخبار ايجابية مستقبلا راح ينعكس على السهم والتوزيعات النقدية. نعم، ايضا كذلك كان هناك بيان عن السوق المالي تداول عن انه سجل المستثمرون الاجانب ارتفاع خلال شهر يناير 4 مليارات و400 مليون ريال تقريبا من المستثمرين الاجانب خلال شهر يناير من العام الحالي، ارتفاع تقريبا بما يقارب 12%. هل ربما المستثمرين الاجانب استبقوا قبل تركية السوق السعودي وبالتالي تم ضخ سيوله عاليه شهدناها في شهر يناير؟ بالنسبة لهم السوق السعودي يعتبر جاذب، يعني بحكم مكانة المملكة العربية السعودية ويعتبرون يعني أكبر أفضل مكان يقدرون يعني يقدرون استثماراتهم فيه، وتعتبر من ضمنها اللي هو سوق الأسهم، فرفع نسبة الاستحواذ للأجانب هذا برضو أعطاهم حافز، ولاحظنا يعني تملك هناك شركات في التأمين وكذلك في بعض الملك، هذا كله بالعكس يعني هذا اللي من الأشياء اللي رفعت قيمة التداولات وعززت الثقة في السوق. جميل، دعنا أبقى معك في قطاع التأمين، القطاع شهدنا عليه خلال العام الماضي يعني عديد من الشركات بدأت في زيادة رأس المال بعد الخسائر، بعض الشركات وصلت لأكثر من 30% من خسائر من رأس المال. اليوم مع موسم إعلان النتائج، ما هو متوقع بالنسبة لهذا القطاع؟
والله بكل يعني بين الشركات راح يكون أدائها متباين، يعني في منها زي اللي متفضلت يعني عملت حقوق أولوية زي شركة أمانة، وهذا شيء تطبيق المعايير الدولية يعني خدم الشركات وخدم المساهمين، صارت هنالك شفافية من ناحية تصحيح الأوضاع أو له تراكم الخسائر أو إيجاد الحلول من ناحية رفع المال رأس المال أو تخفيض رأس المال، وعدم بقاء الشركة بالشكل يعني بشكل ما هي عليها الآن. بالعكس هذا أعطى تحسن، أنا يعني أشوف أن التحسن الآن أعطاها بشكل كبير، يعني على الأقل لما الشركة تخفض رأس مالها يكون العبء عليها أقل، أو أنها يكون عندها أرباح وترفع رأس مالها، هذا شيء جيد. فأنا أشوف أن قطاع التأمين أن الفترة القادمة بإذن الله راح يكون قطاع واحد. جميل، عبد الله العسال محلل أسواق المالية، كنت من الرياض، شكرا جزيلا لك.